من وجهة نظري أيضا أننا باش نمنعوا استغلال الدين لأغراض سياسية وانتخابية، خاص أيضا الدولة تكون محايدة في التعاطي مع الشأن الديني. في السنوات الأخيرة عرف المغرب تغييرات كبيرة في المجال الديني، خاصة بعد تفجيرات الدار البيضاء في 2003 اللي خلات الدولة المغربية تبنى سياسات جديدة باش تعاود هيكلة الحقل الديني. في هذه الحلقة غنتكلموا على التحديات والإشكاليات اللي كتواجه الدولة المغربية من أجل ضبط المجال الديني وإحكام السيطرة عليه. في هذا السياق غادي نتناولوا أبرز الأحداث والقرارات اللي اتخذتها الدولة باش تعزز السيطرة ديالها على الشأن الديني، وكيفاش تفاعلوا معها الأطراف المعنية، وغادي نشوفوا حتى التأثير ديال هذه السياسات على العلاقة بين الدولة والمجتمع، وكيفاش أثرت على الخطاب الديني الرسمي. وغنتكلموا كذلك على الأبعاد المختلفة للسياسات الدينية في المغرب، وشنو هي التوترات والتحديات اللي كتواجه الدولة في محاولة ديالها لتحقيق احتكار مطلق للخطاب الديني. في هذه الحلقة غنتكلموا أيضا الأسباب الحقيقية اللي تم بسببها توقيف خطيب الجمعة أجندوز. في 21 يناير 2020 خرجوا العشرات من الأئمة والمرشدين الدينيين في وقفة احتجاجية، ومن بعدها مسيرة في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة المغربية الرباط. المطالب ديال هاد الأئمة المحتجين في ذلك الوقت كانت بسيطة للغاية، هي تحسين الأوضاع المادية ديالهم، بحكم أن الأئمة هما الشريحة الوحيدة اللي كيعيشوا وضعية مزرية. لكن الوزارة ردت على هذه الاحتجاجات باتهامات موجودة وعلى المقاص، منهم اللي اتهمتهم أنهم محرضين وواقفين مورا هذه التحركات، ومنهم اللي ساقطين في بعض الامتحانات اللي كتنظمها الوزارة لتقييم مستوى الأئمة، واتهمات ناس أخرين كذلك بمخالفة الظهير المنظم للمهام القيمين الدينيين اللي كيقول بضرورة رفع التظلمات للجنة تكون مختصة تكون تابعة للمجلس العلمي الأعلى بلا ما يخرجوا يحتجوا في الشوارع. هذه الواقعة كتمثل نموذج للحدود ديال ضبط الدولة للشأن والمجال الديني، خاصة من بعد إطلاق مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني في سنة 2004 اللي كان الهدف منه هو إحكام سيطرة الدولة العميقة على الشأن الديني كأداة لضمان المشروعية السياسية ومواجهة المعارضين للدولة من الحركة الإسلامية. من بعد ما جت تفجيرات الدار البيضاء في 2003 ولا المجال الديني من أولويات الدولة أكثر من الأول، بدليل أن الدولة غتصدر هذه مجموعة ديال القوانين وغتأسس مجموعة ديال المؤسسات لضمان المزيد من إحكام السيطرة على هذا المجال. لكن هذه السيطرة عمرها ما كانت مطلقة، حيث السياسات الدينية الرسمية ما قدراتش تمنع بعض الاحتجاجات من داخل بعض المساجد، وما قدراتش تمنع أيضا تمرد ديال بعض الأئمة والخطباء الدينيين والمعارضة الإسلامية للسلطات من داخل الحقل الديني. احتكار الشأن الديني كيتعتبر من واحد من الأدوات اللي كتستعملها المؤسسة الملكية لتثبيت الشرعية السياسية ديالها على مدى عقود. فمن بعد أول دستور مغربي صدر في 1962 ولا الإسلام دين الدولة والملك أمير المؤمنين، الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله استعمل الدين كأداة لمواجهة الخصوم السياسيين في الأحزاب السياسية وتكريس السلطة السياسية دياله، رغم أنه كان كينادي دائما بفصل الدين عن الدولة. لكن من بعد ما تربع الملك محمد السادس على العرش في سنة 1993 غير عرف المجال الديني تطور كبير، خصوصا من بعد تفجيرات ديال الدار البيضاء 16 ماي 2003 اللي بسببها غتفكر الدولة في سياسة رسمية جديدة سمتها إعادة هيكلة الحقل الديني. الدولة بدأت كتعامل مع المجال الديني بمقاربة أمنية محضة بحجة محاربة التطرف والجماعات الإسلامية المتشددة من وجهة نظرها طبعا، ولات الأولوية ديالها وهم القائمين على الشأن الديني في المغرب. من بعد
غتصدر الدولة واحد ترسانة كبيرة من القوانين المهمة لتعطير الحقل الديني، ورصدت ميزانيات كبيرة لإعادة هيكلة هذا المجال. في 2004 غيصدر ظاهر ملكي خاص بإعادة تنظيم المجالس العلمية، وغيتعدل في 2009 باش يطابق التقسيم الترابي والإداري للمملكة. مباشرة مور هذا الظاهر الحكومة صدرت في 2005 مرسوم ديال التعويضات المالية لأعضاء المجلس العلمي الأعلى ورؤساء وأعضاء المجالس العلمية المحلية وأعضاء الفروع ديالها. المرسوم غادي يعطي 10,000 درهم لأعضاء المجلس العلمي الأعلى ورؤساء المجالس العلمية المحلية، و 3,000 درهم لأعضاء المجالس العلمية المحلية، و 1,500 درهم لأعضاء الفروع ديال المجالس العلمية. فيما يخص الأئمة والمرشدين الدينيين، الوزارة المعنية صدرت في 2010 ظهير غيأسس مؤسسة محمد السادس للأعمال للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وكان الهدف منه هو تحصين القيمين الدينيين ماديا واجتماعيا. وفي 2014 غيصدر ظهير ملكي خاص بتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد الوضعية الاجتماعية ديالهم. في المقابل غيمنع بشكل رسمي ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو اتخاذ مواقف سياسية أو نقابية أو القيام بأي عمل يقدر يعرقل أداء الشعائر الدينية. من بعد غتخلق الدولة مؤسسات رسمية أخرى الهدف منها هو التأطير ومراقبة الشأن الديني، ويكون مؤيد للتوجهات ديال الدولة، مثل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأئمة والمرشدين الدينيين. لكن بالرغم من محاولات الدولة إحكام القبضة والسيطرة ديالها على المجال الديني، إلا أنها غتواجه مقاومة من طرف الأئمة والمرشدين ومن عموم المواطنين وبعض الحركات الإسلامية اللي استغلوا الانفتاح السياسي بعد الربيع العربي، واستغلوا موجة ديال الاحتجاجات الشعبية، وخصوصا بعد دستور 2011. مباشرة بعد الدستور غيخرجوا للشارع للمطالبة بتحسين الأوضاع ديالهم المتدنية. في يونيو 2011 احتج حوالي 2000 إمام في قلب العاصمة الرباط ضد التهميش اللي تعرضوا ليه من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضد تضييق على الأئمة من طرف وزارة الأوقاف والداخلية. حتى هي السلطات غتتعامل بقوة مع هاد الاحتجاجات بتهمة تسييس المساجد، ولكن في نفس الوقت وزارة الأوقاف عممات خطبة رسمية واللي اعتبروها الأئمة سياسية كتدعو المصلين للتصويت بنعم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وباش تمتص غضب المحتجين، ولأول مرة غدير الوزارة التغطية الصحية والاجتماعية للقيمين الدينيين، وغترفع تعويضات الخطباء والمرشدين الدينيين. هاد الاحتجاجات ما غتبقاش مقتصرة على الأئمة والمرشدين فقط، بل وصلت لحالات التمرد من بعض الخطباء اللي بداو كيخرجوا في الخطب الدينية ضد دليل أو ما يسمى بدليل الإمام والخطيب ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اللي كان كيهدف لتوحيد التصورات والضوابط اللي خاص الإمام الخطيب يلتزم بها داخل المسجد. هادشي كله غيجعل في بعض الحالات تحدث بعض الاحتجاجات ديال المصلين، خصوصا بعد عزل بعض الأئمة والخطباء. هاد الحالات ديال التمرد غتخلي وزارة الأوقاف تلجأ لطرد عدد من الخطباء بسبب تعبيرهم عن الآراء ديالهم. في الإحصائيات الرسمية كتقول أن في كل عام كتصدر الوزارة حوالي 16 قرار توقيف ديال الأئمة. ما بين 2003 و 2012 صدرت الوزارة حوالي 157 قرار توقيف، فقط ما بين 2003 و 2012 157 قرار توقيف في حق خطباء وأئمة. الوزارة كتقول أن السبب الرئيسي ديال عزل هذا الأئمة هو عدم الالتزام بثوابت الأمة، أسباب كتبقى فضفاضة وغير مفهومة. ثم أسباب أخرى هي الخروج عن السياق الشرعي والخوض في السياسات والحساسيات السياسية وعدم الالتزام بالحياد في الانتخابات وفقدان الأهلية الشرعية. توقيفات أخرى كانت بسبب هي تهم جاهزة فقط من أجل التوقيف ليس إلا. هناك توقيفات أخرى كانت بسبب السلوك الأخلاقي والإدانة القضائية لبعض الأئمة. الأكثرية ديال حالات توقيف الأئمة والخطباء كتعبر على حالات تمرد فردي للإمام أو الخطيب ورفض الامتثال لتوجهات رسمية، ولكن كاين حالات اللي كيكون فيها التمرد جماعي، مثل الاحتجاجات اللي كانت في مدينة فاس في جانفي 2016 بعد قرار توقيف الإمام وخطيب الجمعة بمسجد يوسف بن تاشفين محمد أبيض. هذا القرار غيخلي المصلين يخرجوا يحتجوا ويرفضوا يصلي أمور الخطيب الجديد، وهذا كيتعتبر تمرد على السلطة الدينية للدولة. كذلك الاحتجاجات اللي كانت في قرية ولاد الشيخ اللي قريبة من مدينة قلعة السراغنة في سنة 2017 كانت أيضا قوية،
فاش تم تغيير السلطات لخطيب المسجد اللي ادت احتجاجات المصلين وكانت فيها مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، واستمرت هذه الاحتجاجات لمدة شهرين وتحاكموا فيها بعض المحتجين. أما في منطقة الريف وبالضبط في حراك الريف في أكتوبر 2016 اللي عرفته المنطقة غيعرف الإسلام الرسمي تحدي جديد ومن نوع آخر. غتتحول الاحتجاجات بسبب خطبة دارها خطيب الجمعة من داخل أحد مساجد الحسيمة في 26 مايو 2017 اللي تكلم فيها عن ضرورة تجنب الفتنة. هذه الخطبة هي اللي تجعل ناصر الزفزافي غيحتج على مسألة توظيف المساجد من طرف السلطة، وانتقد فيها خطيب الجمعة بشدة. نشطاء حراك الريف غيعتبروا أن الخطبة استفزاز لهم واستغلال للدين من طرف الدولة هي أيضا، وغيقاطعوا خطبة الجمعة اللي مراها وغيصليوا الصلاة في الشارع العام خارج المساجد. الدولة اعتبرت سلوك وتصرف زفزافي تدنيس لقداسة المسجد واتهمته بخلق الفتنة، وغيكون هذا التصرف هو سبب الاعتقال دياله هو ومجموعة من الأشخاص بتهمة عرقلة حرية العبادات. لكن كاينة جهة أخرى اللي كانت تعتبر معارضة دينية شرسة منظمة اللي هي جماعة العدل والإحسان، الحركة الإسلامية المعارضة للدولة. الجماعة دائما كتتهم السلطات باستهداف الخطباء والأئمة المقربين منها بقرارات توقف العزل، وكتقول أن السلطات كتضغط عليهم وكتوقفهم بسبب قربهم من الجماعة. كل عام من شهر رمضان السلطات كتواجه الجماعة بسبب تنظيمها اعتكافات في المساجد، والجماعة كتتهم الدولة بتوظيف القوة العمومية لطرد المصلين، وكتصورهم في وسائل الإعلام ديال الجماعة أو غيرها على أن الدولة كتصورهم كمعتدية على ممارسة الشعائر الدينية. وماشي غير شهر رمضان، بل حتى ذكرى المولد النبوي دائما كتكون مناسبة أخرى للمواجهة بين الدولة وجماعة الإحسان، لأن الجماعة في كل مناسبة ديال المولد النبوي كتنظم مواكب جماعية في بعض المدن للاحتفال بها بهذه المناسبة، والسلطات في أغلب الأحيان كتمنع هذه الأنشطة ديال الجماعة. الجماعة بدورها كتوثق هذه الحالات ديال المنع لمواكب الاحتفال بالمولد النبوي، وكتنشر أشرطة مصورة لمشاهد تدخل القوات العمومية ضد هذه الاحتفالات اللي كيجعل السلطات في موقف حرج، وكيتناقض مع التبريرات اللي كتقولها الدولة في احتكارها للسلطة الدينية اللي هي ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وفصل الدين عن الدولة أو عن السياسة إلى غير ذلك من التبريرات. أخيرا نقدر نقوله أن الدولة نجحت في سياسة إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل كبير في تحييد المخاطر الأمنية المرتبطة بالفكر المتطرف اللي كيبدأ من المساجد. لكن مع توالي أحداث التمرد والعصيان ضد التوجهات الدينية الرسمية سواء على المستوى الفردي أو الاحتجاج الشعبي، كيبان الحدود ديال هذه السياسات في فرض الاحتكار المطلق للخطاب الديني من طرف الدولة. من وجهة نظري أن استغلال الدولة للمساجد من أجل تمرير المواقف ديالها والقرارات ديالها الرسمية غيؤدي لنتائج عكسية، بدليل أن بعض الخطب الدينية الرسمية تسببت في إشعال فتيل الاحتجاجات بحال حراك الريف مثلا، واللي كانت كتقتصر فقط على المطالب الاجتماعية والاقتصادية، لكن صبحت في المجال الديني وتحولت إلى مجال ديني، ولات مقولة الإسلام الرسمي موضع تساؤل اللي ممكن يصبح تمرد ديني أو تحولات مستقبلية. تنامي عقل الوعي ديال المغاربة، العقل الوعي الجمعي للمغاربة، أن التدبير الرسمي للمجال الديني بشكل سلطوي يقدر يؤدي لخلق توترات بين المؤمنين. من وجهة نظري أيضا أننا باش نمنعوا استغلال الدين لأغراض سياسية وانتخابية خاص أيضا الدولة تكون محايدة في التعاطي مع الشأن الديني، وتكون هي الأولى ما كتوظفش الدين كأداة لكسب الصراع السياسي. بهذا الحياد غتحقق ضمانة حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية لجميع المؤمنين سواء المسلمين أو غير المسلمين، بعيدا عن التدخلات السلطوية اللي تقدر تخلق وتشعل صراعات توترات بين المغاربة. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.